شيء صار لي بايسلند يا جماعة. الحصان جاء من بعيد كذي سلم وعادي عندنا المسه وكذي وراح. احمد تكفى شنو هذا؟ احلى شيء صار يا جماعه. حلوه هذه الصدف كذا اللي تشوف فيها حيوانات ما تكون متوقعها تجيك تسلم عليك. لا طبعا. ها طبعا. قبل لا نبدا بالاماكن الجميله مالت اليوم، ضروري اذا ما شفتوا الفلوج اللي قبله ترجعون تشوفونه عشان تعرفون احنا وين رايحين وشنو راح نشوف. اول مكان هذا. مستحيل ها؟ كيف؟ يا جماعه شوفوا الجمال، شوفوا. سالم ايش رايك في المكان هذا؟ اوف 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 ادري ايسلندا كلها حلوه بس هنا على فكره هذا المكان ما كان بالخطه، يعني شفناه احنا قاعد نمشي. بالضبط والله ايسلندا يعني اتوقع الاماكن اللي مو موجوده بالخرائط يعني ما يعرفونها الناس احلى من اللي يعرفونها. تحس الكرفان احسن شيء صح؟ احلى شيء بالدنيا. ما انصح اي احد يسكن باي فندق بشو اسمه ايسلندا. صدق صدق شيء خطير هذا. خلينا نشوف بعض الصور والفيديوهات اللي صورناها من هذا المكان الخيالي. القعدة تحت الشمس بنص الطبيعة وبين الحيوانات كانت حدها خيالية، بس الحين رايحين مكان جدا غريب وعجيب. هذا اللي يصير لما تروحون بتصورون صورة أو فيديو ببالكم. تخيلوا كل شيء الحين في تراب، كل شيء. شوفوا شنو صار بالطيارة. خلصنا من الشاطئ الخيالي اللي توه شفناه، الحين رايحين إلى مطعم. لاحظت شيء في أيسلندا إنه كله كذي يحبون الألوان بنفسجي، الأخضر البرتقالي ما شنو، دائما حاطينهم بكل مكان بكل زاوية. احس لان دولتهم فيها لونين ابيض واسود، ففجاه كذي طاولاتهم يحبون الالوان اصفر وبرتقالي، فاحسها شيء حلو. اعطانا المنيو، قال هذا انجلش منيو، اطلبوا اختاروا اللي تبون بعدين تعالوا اطلبوا من داخل. رجعت البس جاكيت لانه نقعد برا مع الجو العجيب هذا. شوفوا الله شنو عندهم، عندهم التشيكن برجر، عندهم اشياء واجد والله صح اختيارات. شوف هنا عندهم كريسبي تشيكن تندرز، عندهم هذا الربيان الخاص فيهم وذ كوريان، ما ادري وش هي كوريان انفلونس. ابي اطلبها شكله اي شكله حلو كوريان انفلونس. ها هذا اللي يقول لك هوم ميد ميلز، هذا بس اللي عندهم يعني هم مسوين. فيشن شيبس هني الظاهر عندهم وجباتهم فيشن شيبس مشهوره جدا نفس سكوتلاند وبريطانيا. شوف ايش صار يا جماعه. شنو شوفوا احسن صارت بعد ال احسن شوي صح. طلبت تشيكن راب، شوف ايش كبرها. يقول لي يعني كذي زينه يعني. يقول لك سالم شلون الحجم؟ قال لك يعني لا يعني كبيره. احمد طلب لحم برجر وحسين كالعاده يعني صحي. يا ربي لك الحمد، خلصنا عشاء الشباب قالوا لنا خلينا نروح نشوف الجو الرهيب. احمد يقول هذه اول مره يشوف شمس. الساعه كم؟ الساعه 11 بالليل. تخيلوا من يتذكر رحلتنا الاولى حق ايسلند يا جماعه، كنت انطر اريك يوصل الساعه 1 وشي، تخيلوا الفجر وكان في شمس. نزلت ستوري تعالي تعالي. هلا والله هلا والله هلا تعالي. So cute, huh? لما اقول لكم ان الوضع في ايسلند غريب شوفوا. شنو هذا؟ خلنا اصور اوريكم.
وصلنا للموقع اللي بعده اللي هو الفايكنج فيليج. طبعا هني تم تصوير بعض الحلقات من ذا فايكنج. كان نتمشى صفطنا السيارة بعد ما طيرنا الدرون واستأنسنا، الحين رايحين منطقة الفايكنج لأني شفت مسلسل الفايكنج صراحة يعني عجبني زين يعني حلو، وهذه منطقتهم صراحة يقولون إن مسوينها حق التصوير، بس ما فهمت يعني بالتصوير ما أدري هل هذا بيت راغنر. راغنر ويلكم تو ذا جريت هول، هذه يقولونها بالحروب عرفتوا، يعني إذا أحد جاهم ملك من الملوك يقولون له ويلكم تو ذا جريت هول. The Great Hall was central to Viking society. I remember when this Great Hall was always full of laughter. اللي هو البيت أو الصالة الكبيرة اللي يعزمون فيها الناس، يكون فيها بس بيت الملك وزوجته يعني والكوين، أما الباقي يكونون يعني بيوت صغيرة. حياكم. I don't know anything about them. They call them Muslims. They worship a god named Allah. أنا من الأشخاص اللي أحب التفاصيل القديمة، الأماكن، التاريخ، البيوت القديمة، شلون كانوا عايشين الناس قبل، وطبعاً هذا المكان فيه تفاصيل خيالية وخلاني أحس إنه شوي كنت معاهم. يعني مثلاً تفاصيل الباب هذا مثلاً أحب كل شيء فيه، يعني بالنسبة لي خيالي وأبي أسوي مثلاً بيتي بهذا الشكل. طبعاً وقفت شوي بعرف شنو داخل المكان بس ما شفت شيء. المهم خنطك فرة بالمكان وأوريكم جماله. تذكرت أن هذا الدرج اللي يصعدونه عشان يشوفون منو جايهم ويهاجمونه، يوقفون هني مع الأسهم. هذا أودن الإله مالهم، ما أدري إذا كان أودن ولا واحد من الإله اللي يعبدونه، فكانوا يعبدون نفس الخشب وهم يسوونه ويؤمنون أنه يكون موجود ومتواجد معاهم في حياتهم. اللي ما يعرف قصة الفايكنج، أنا شفتها من المسلسل طبعا، كل المعلومات اللي راح أقولها خذيتها من المسلسل. المسلسل عبارة عن ناس من النرويج، الدولة هذه كانوا الناس اللي عايشين فيها يؤمنون في أكثر من إله، أودن، فريا، أكثر من إله، ويسمونهم إله الرعد، إله المادري شنو السماء، إله الماي، إله القوة، أشياء كذي عرفتوا. ففي نصهم الملك يسمونه ولد الإله الفلاني، أودن مثلا أكبر واحد، تقريبا يعبدون هذا الملك وأنه هو محمي من الإله. قصتهم شنو؟ أنهم ناس يحبون السفر، يحبون يغزون ويكتشفون أراضي جديدة، كانوا يبحثون عن أراضي تكون زراعية مثل إنجلترا مثلا، كانوا يهجمون على الإنجليز كل الوقت لأن أراضي الإنجليزية كانت تسمح أنك تزرع. نوروي والدول الإسكندنافية على قولتهم شمال أوروبا كان عيبها أنها شتوية باردة، بس عندهم شوية وقت صيف اللي يزرعون فيه عشان يخشون للشتاء. فهذه قصة بسيطة، وهذه القرية عبارة عن ست كانوا مسوينها هني في آيسلند عشان يصورون في المسلسل. صراحة شوي حلو بالمسلسل، ما شفت هذه القرية بالضبط بس شفت تفاصيل منها، يمكن بالفيلم كبروها شوي، بس حلو انك تشوف التفاصيل. القصة حلوة ومسلسل فايكنج حلو. وهني تقريبا اتوقع المطبخ كذي كان يحمون اكلهم حق الصيف، وكانوا الناس يهاجمونهم وياخذون اكلهم من المطبخ. وهني اتوقع هذا الجريت هول كان كذي باب كبير تفتحونه وداخل يكون في غرف نوم وكذي، بس مسكرين الحين. بس ايش رايكم بالموقع؟ عجيب ها؟ وكنت قبل اتساءل ليش فوق بيوتهم حاطين نفس الثيل، وسمعت خبرين يمكن مو صحيحين، واحد منهم انه يدفي المكان انه يكونون هم عباره عن تحت الارض، الخبر الثاني انه هذا الزرع يخلي الناس البعاد ما يشوفون انه في قريه لانه ما تبين من بعيد، عرفتوا؟ وهذه اتوقع اللي كانوا يذبحون فيها الناس، ماني متاكد، بس اذا ما كانت اللي يذبحون فيها الناس هي اللي مالت الرمي يرمون فيها، او اللي يحطون فيها سكرفايس ان واحد يضحون فيه، خلونه هني يثبت ايدينه ويقطعون راسه ويشربون دمه. هذا بالفيلم يعني. طبعا احمد عنده فكره تصوير، ابي اشوف اللقطه بعدها شلون صارت كذي، يصورون التيك توك وهالسوالف. راغنر تعال، الباب ما يبطل. خلص الريل، خلص الفيديو الريل، ما في. أقول إن كان ردك لي نعم، لمح بعينك وابتسم، وفر حديثك والقسم، هذا مية أحلام ترى، بس يعني صح الله سوينا شعر يعني. صح الله لسانك. من الأجواء ذات لبنى يعني. هني قبل كانوا بس يشربون البيرة الخمر ويأكلون الفطر، فطر كان يخليهم يهلوسون فينسون الآلام والحروب ويخسرون أهلهم كل الوقت، عرفتوا يعني الناس تموت، وقبل أيام قبل كانوا يموتون كثير ناس من الأمراض، فكان شيء جدا عادي إن تخسر
أحد قريب منك. خلصنا من رحلة الفايكينج والحين راجعين إلى سيارتنا. طلعنا من القرية والحين إحنا موجودين في هذا اللوكيشن رايحين إلى الشمال. خلينا نشوف الجمال. من جمال الدولة والله العظيم قاعد نوقف كل تقريبا نص ساعة 10 دقائق. شوفوا مستحيل على مد النظر. كل ما نوقف في مكان في ايسلند يطلع شيء جنة ما شاء الله جنة. معلومة يمكن ما تفيد أحد، هل تعلم أن الغنم الخرفان في آيسلند أكثر من البشر؟ تقريبا 500,000 خروف، ما أدري إذا صحيحة ولا لا، بس في أحد قال لي إياها يعني. طبعا لأنه ما بيعطيكم معلومات توهق، بس أدري أن الأكيد أن الخرفان أكثر من البشر. ما شاء الله بكل مكان موجودين، حين بوريكم إياهم كل مكان موجود خروف. وأعتقد هم الحصن، الحصن هني ما حد يملكهم، هم موجودين بكل مكان. والحلو فوق هذا كله أن الحصن ايسلنديين اصليين، لان ما اندمجوا مع حصن ثانيين، بس من هني. واي حصان يطلع من هني حق بطوله او شيء ما يرجع ايسلند، اي خروف يطلع من هني ما يدش مره ثانيه عشان ما يتكاثرون من نسل اخر. بعض الشوارع اللي مشينا عليهم كانوا شوارع طبيعيه، وفي شوارع نفس هذا الشارع كلش مو طبيعي، ان احنا فوق الجبال وما كان في انترنت والخريطه وقفت علينا، بس الحمد لله انه كان الخط واضح. واحنا نمشي في الشارع يا جماعه، واحنا نمشي بالشارع يا الله طبيعة خيالية. طلبنا بيتزا بالثوم، بس ما فيها طعم ثوم طبعا. هذه قاعد ناكل رايحين بالدرب الى مكان حده خيالي، عبارة عن صخر من الاطراف وبالنص في ماي. والحين جدا محظوظين ان طلعت الشمس، بس ان شاء الله نوصل، لان باجينا ساعة 10 دقائق تقريبا. اتمنى اللي ما سوى لايك سبسكرايب يعطيني لايك بسيط وسبسكرايب، وشكرا، نشوفكم بالفيديو الجاي.